كنت جايب امان الله دا اسوي رده فعل على اغنيه نورمال الجديده، ولكن شنو اللي صار؟ جواني نزل اغنيه جديده بعنوان انا جواني. اما انت جواني تدري صراحه ان كان عبالي اسمك خالد جعفر، بس فعلا صدمه العمر. اوكي خلينا نسمعها وخلينا نقيمها ويلا نبدي. انا جواني تم انتاج هذا العمل خلال 12 ساعه، وسام باغنيه الشركه ظل 3 شهور، فخلينا نشوف منو الافضل بيننا. تحلم بمكاني بترك بصمتي عجبتك وما بتنساني. شوفوا الصراحة ان انت تارك هذه البصمة من ايام اغنية جوتشي. بعرف ان غيرت لما انا وصلت وصرت، هي طبيعة ما فينا نغير فيها جينات. اول مرة بشوف قصة ثلاث ارباع بنات. طبعا قصده وسام تكت باغنيه الشروكو اللي فعليا كان جايب بيها بنات على الفاضي، يعني اخوه يعني مش على الفاضي، هم على مود المشاهدات يعني. بس وسام سهل يتاكل، ولكن شويه بيسان صعب، وخاصه انك مسوي عمليه قص معده، ولكن مو مشكله ان شاء الله اقول له استحسيسات. مين متحامى ليلى والذئب ولينوراما، قول لصاحبك صدره في شعر اكثر من لما. انا هو اللي قال هاني ما علي. طبعا هو كان يقصد اللي هو تي ام اكس اللي يغني ويا وسام تكت، اللي فعليا كل اغاني هو نازع ملابسه ومطلع صدره بيها. جيت حتى طير لك الجبهه لو باقي. لا لا تخاف ابشرك طايره. بفكى عينك تضيق لو بتفكر لساني. انه تقارن بيني وبينك ما فيها مقارنه، جايب عشيره ولو واحد تكسر كل الموازنه. خلينا نرجع شويه للتدقيق. جوان بدك تقول انت وحدك، اذا هذا اللي وياك ايش بده يسوي؟ اوكي هو فعليا ما يسوي شيء، ولكن يعني احترم على الاقل. محاولات مليان بهبل وفشل، كل منطف وبينكشون اللي يعملوا ضجه وجدل. واخيرا جدور بيسان يقصد انه هي لما تنزل مشاهدات تصير تنزل ستوريات او اشياء تتحركش بيه عمود هو يطلع ترد عليها. طبعا ما يحتاج اقول لكم انه هذه تحرياتي، فاحتمال كبير تكون غلط. اول مره بواجه ريشه فكر عظمه وعضل. لاول مره اواجه خصم ريشه اللي هو وسام فكر عظام وعضلات. القصف يا حبيبي صار عبر القارات. جمهوري سيف بظهري انت ورا ظهرك، وهم خصم ضعيف عم يتفاخر مع انه كله عظم. صراحه وسام تكت باخر فتره صاير فعليا ممسح الرايح والجاي دي يمسح بيه القاع. واو 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 فعلا الصراحة هذا الديستراك واحد من أقوى الديستراكات، أكيد طبعا تقييمي إلى 10 من 10 كتصوير وكمونتاج بهذه المدة الزمنية اللي 12 ساعة وتقدم هيك جودة، أنت فعلا رهيب. ما أدري صراحة تقولوا لي شنو رأيكم بالكومنتات، طبعا رابط الأغنية حتكون جواب الوصف، كلكم روحوا فجروها لايكات واشتراكات، ما تقصرون يا حبايب، مع السلامة.